اللهم صل على رسول الله. السلام، لابد لها من وجهة نظري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويحفظك. وإياك. لو سمحت في سؤال، سيبك في الأرياف وفي بعض المجتمعات دي بيدوا للبنت مواسم. كويس. بس في أول رمضان في نص شعبان. عايز أنت تاكل من راسها عشان المواسم، صح؟ أيوه بالظبط. أيوه بالظبط. المصحف بيتوفى، الإنسان بيدوا للبنت مواسم وما ياكلهاش من راسها. أي من العسل. بتاخد مواسم وما تاخدش المراس. لا يجوز. لفترة. لا إيه؟ لفترة، يعني يفضلوا سايبين الموضوع كده تاخد. ايوه الكلام على رضاها. على رضاها. هي الحقيقة حضرتك عارف البنات في الأرياف، ولد ما تقدرش تقول. طب خلاص، إذا لا يحل لك أن تأكل منها بغير طيب النفس. لا يجوز. طبعًا، يعني الآن البنت لها فدان في ورثها من أبيها. بالظبط. أخوها نايم على الفدان. لا يعطيها ويضحك عليها بيه في دخلة رجب، يبعت لها 2 كيلو لحمة، بطتين، شوية رز، ويسميهم موسم وهكذا. هو في الحقيقة يعني هو يتشبع بهذا، في الحقيقة إن هذه فلوسها، وواكل أكثر منها أضعاف مضاعفة. يا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والله أعلم.